النهارده ده هنتكلم فيها عن حاجه اسمها المود اوف انهيرتنس، ازاي بيحصل انهيرتنس او توريث للامراض الوراثيه عبر الاجيال. الفكره كلها انا عايزك تفهم لي ان التوريث للحاجات اللي زي ديت بيحصل بطريقه من اتنين، يا اما توريث عن طريق سنجل جين مصاب، يعني في سنجل جين هو بس اللي مصاب وهو ده اللي هينقل الماده الوراثيه عبر الاجيال، يا اما قد يكون اكثر من جين ومعاه كمان تاثير عوامل وراثيه من او سوري عوامل محيطه من البيئه. فيسميه عندنا مالتي فاكتوريال، بيسمي الموضوع ده ايه؟ مالتي فاكتوريال. طب تعالى بس فهمني يعني ايه مالتي فاكتوريال ونبدا بيها بسرعه كده الاول. مالتي فاكتوريال يعني ايه؟ يعني الاب والام بيورثوا صفات وراثيه لكن دي بتتاثر بشكل كبير جدا بالبيئه. فقد تكون حاجات مثلا طبيعيه، يعني حاجات نورمال ازاي؟ الامثله على الحاجات النورمال كتيره جدا، زي مثلا درجه الانتليجنس. الذكاء. يقول لك والله الاب ده غبي ما شاء الله بالفطره والام كمان غبيه، فالراجل المفروض ان الطبيعي طالع ايه؟ غبي. بيبقى شديد الغباء كمان زي هو وامه يعني. لكن لو خدت الواد ده وبدات تنمى عنده الذكاء يتنمى ولا ما يتنماش؟ يتنمى، يبقى حاجه وراثيه اتاثرت بالبيت. قد يكون برضو من ضمن الحاجات اللي تاثر برضو وتبقى نورمال الحاجات زي ايه مثلا؟ زي السكين كلر. سكين كلر لون البشره. والله الواد طالع لونه مش فاتح قوي عشان الاب مش لونه ابيض قوي والام مش بيضاء قوي. وقمت واخد الواد ده قمت حاطه في خط الاستواء في الشمس. يحصل ايه؟ هيتفحم، هيسود، حلو. حاجات تانية مثلا زي الاستيتشر الطول. والله الاب مش طويل قوي والام مش طويله قوي فالولد برضه هيطلع مش طويل قوي. بس قمت واخد الواد ده مديله جروث هرمون ورامين في الجيم فالولد قاعد يلعب عقله فالولد طول. فدي حاجات مثلا مالتي فاكتوريال بتتاثر بالعوامل الوراثيه وفي نفس الوقت كمان بتتاثر بكمان البيئه اللي انت شغال فيها. طب في حاجات ثانيه اب نورمال ودي اللي تخاف منها بقى. يعني الاب والام عندهم امراض وبدل وراثها للعيال ومع تعرض في الغالب يعني العيال دي لما تتعرض لستريس تلاقي الامراض ديت كمان اشتغلت. يعني انت مثلا الاب والام مثلا عندك حضرتك كانوا عندهم مشاكل فما ورثوها لك، فانت دخلت الكليه المنيله بنيله اللي ما فيهاش اي نوع من انواع الاستريس خالص الحمد لله، فبدات تحس بالامراض دي كلها عندك. مثلا اولهم يعني اكيد ثلاث ارباعنا حاسين بيها اللي هي الاسكيزوفرينيا. انفصام الشخصيه مثلا البرونكيا الازمه. تلاقيك مثلا وانت داخل امتحان شفوي ولا داخل امتحان عملي ولا اي امتحان من الامتحانات انت مش مذاكر فيها اي حاجه تلاقي يقول لك ايه؟ نفسي مش قادر وعايز بخاخات وحاجات من دي. في ناس ثانيه ما شاء الله ربنا يبارك لها بتخش كمان في كوروناري هارت ديزيز. وتبدا تخش في مشاكل بقى الاسكيميا ويخش له بقى في جلطات وبلاوي سوداء. دي كلها من تاثيرات الاستريس. ناس ثانيه ما شاء الله بتخش في الجهاز الهضمي يبدا يقلب الموضوع معاها ببيبتك ألثر قرحة في المعدة، بسم الله ما شاء الله ترجيع بقى أو حاجة جاية بنيلة. في ناس تانية بتخش بقى في دايابيتس. ويبدأ بقى يخش بقى في إيه؟ في سكة بقى السكر وغيبوبات السكر والكلام اللي زي ده. وصلت؟ فدي حاجات بتبقى مالتي فاكتوريال، يعني فيها نوع وراثة جزء وراثة وجزء تاني متأثر بالبيت. لكن السنجل جين اللي حضرتك بتتكلم عليه هو ده بقى اللي إحنا هنحكي فيه شوية. هو الجينات بتاعت اللي راكبة على الكروموزومات، طب أنا الكروموزومات إيه؟ يا إما أوتوزوم يا إما حاجات أوتوزومز فيسميها اوتوزومال لينكد يا اما 6 كروموزوم اللي هم الاكس والواي فتبقى عندنا ايه؟ في عندنا 6 لينكد انهيرتنس. يبقى حضرتك عندك يا اما اوتوزومز يا اما عندك ايه؟ 6 لينكد. كلام سهل. الاوتوزومز بتاعت ديت فيها كذا شكل. احنا هنتكلم كمان شويه كده على حاجه اسمها اوتوزومال دوميننت، حاجه اسمها اوتوزومال ريسيسيف، وحاجه اسمها انكمبليت انهيرتنس، انكمبليت انهيرتنس، حاجه اسمها كو دوميننس. يبقى اوتوزومال دوميننت، اوتوزومال ريسيسيف، انكمبليت انهيرتنس، وحاجه اسمها كودومينس. دول هنتكلم عليهم سريعا كده. في حاجات ثانيه بنسميها 6 لينكد. طب هو ال 6 كروموزومز ايه؟ يا اما اكس لينكد يعني متعلقه بالاكس كروموزوم، يا اما حاجه لها علاقه بالواي كروموزوم. طيب الواي كروموزوم دول كلمتين فارغين ومش هنتكلم عليهم كتير. ده هيبقى يعني ايه سطر ولا سطرين كده اللي هم الاي واي لينكد كروموزوم. انما الاكس لينكد ديت حضرتك هتلاقي تحتها كذا عنوان. هتلاقي برضه قد تلاقي قد تقابل حضرتك مثلا عندك اكس لينكد بس برضه يبقى دوميننت، اكس لينكد دوميننت، اكس لينكد بس يبقى ريسيسيف. فاهمك يعني ايه دلوقتي؟ فدي يكون في حاجه اسمها 6 ليميتد وحاجه اسمها 6 كنترولد. 6 ليميتد و6 ايه؟ كنترولد. لما حضرتك تبقى حاطط الاسكيما دي كلها كده قدامك يبقى انت فاهم انت بتتكلم في ايه. ماشي؟ يبقى انا قسمت كده اللي هو السنجل جين اللي بيتحمل على الكروموزومات الاوتوزومز او اللي هو الايه 6 كروموزوم، اوتوزومال دوميننت، اوتوزومال ريسيسيف، incomplete inheritance وكودومينز.
طب والحاجات السكس يا اما اكس يا اما واي والسكس عليها اربعه. تعالى نتكلم كده اول حاجه عندي على الكروموزومز. وخلي بالك حضرتك بس من نقطه مهمه قوي والله يكرمك. الكلام اللي انا هخش فيه ده دلوقتي يا دكتوره ما بيتحفظش. هو بيجي يمسك كيوات كتير، بيجي يمسك كيوات كتير ما بيتحفظش، بيتفهم. عايز تحفظه ماشي، بس هيبقى شاق ومجهد عليك لو انت حاولت تحفظه على عينيك مش فاهمه هيتعبك قوي. تعالى اقارن معاك بس حاجه اسمها اوتوزومال دوميننت واوتوزومال ريسيسيف. مبدئيا الحاجات دي مالهاش علاقه بالميل او الفيميل. يعني مبدئيا كده ميل وفيميل زي بعض، ميل وفيميل زي بعض. اول لعبه في الام سي كيو كل الامراض اللي تحكي عليها دلوقتي رجاله زي ستات، لان مالهاش علاقه اصلا بالسكس كروموزوم اللي بتلعب على الكروموزومات الجسديه الاوتوزومز. طب وتعالى اتكلم مع حضرتك دلوقتي على الاوتوزومال دوميننت والاوتوزومال ريسيسيف بس كده بتفاصيل شويه. ايه حدوته الاوتو زومال دوميننت؟ الكلام اللي هقوله لحضرتك دلوقتي يا دكتوره ده كلام ما بيتحفظش، ولو حضرتك قعدت تحفظه هتتعب وهتلاقي دماغك لسعه. زومال دوميننت يعني ايه؟ انت عارف اللي هو يعني من قوانين مندل كده كان بيقول لك في حاجه اسمها قليل، يقول لك الراجل ده ايه كابتن ايه كابتن واسمه اسمه والحوارات دي. فانا برضه عايز احط لك شويه قواعد. لو هو دوميننت انا اعتبر ان القليل بتاعي المصاب هو الايه كابتن. ماشي؟ وان السليم بتاعي الاسمول دهوت هي دي الناحيه السليمه، اوكي؟ ماشي. فيقول لك عشان تظهر المرض السائد، عشان يظهر المرض السائد عند الراجل ده او عند الست مش فارقه، فحضرتك ممكن يكون ايه كابتن؟ ايه كابتن؟ وقد يكون العيان بتاعك ده ايه كابتن اسمول، لان المرض بيظهر بقليل مصاب واحد بس. فالحاله دي يسميها عندنا حاله هوموجينوس، هومو يعني متماسك يسميها هوموجينوس. انما المختلف دي يسميها هيتيروجينوس، هيتيرو يعني مختلف. اذا الماده الوراثيه او الصفه الوراثيه بتتنقل سواء الاب او الام هوموجينوس او هيتيروجينوس. هوموجينوس يعني ايه كابتن؟ ايه كابتن؟ عنده الاثنين قليل مصابين، او ايه كابتن اسمول يبقى واحد مصاب والثاني ايه؟ سليم. طيب تعالى افهم معايا الاحتمالات اللي هتحصل دلوقتي. انا مره هجوز واحد ايه كابتن؟ ايه كابتن يعني مصاب بس هوموجينوس مع واحده سليمه، ومره هجوز راجل ايه كابتن اسمه يعني برضه مصاب بس هيتروجينوس مع ست سليمه مثلا. ايه نتائج الجواز ده؟ بقوانين مندل هيبقى في عندي هنا ايه كابتن اسمه، ايه كابتن اسمه، ايه كابتن اسمه، ايه كابتن اسمه. اذا لو الاب هوموجينوس او الام يعني العيال كلهم هيكونوا هيتروجينوس. الشاهد في الموضوع ان يعني العيال دي كلها ايه؟ 100% اصابه. يعني لو الاب ده مصاب يبقى كل العيال بتوعي مصابين. طيب انما لو حضرتك الاب من النوع الهيتروجينوس مثلا، ايه الاحتمالات؟ ايه كابتن اسمول صح؟ وايه كابتن اسمول صح؟ وايه سمول اسمول؟ وايه سمول اسمول؟ يبقى في عندي 50% اصابه و 50% نورمال سليم. يبقى تاني حاله اللي زي دي لو حاله هوموجينوس هي اللي متجوزه يبقى كل العيال اكيد عندهم مرض. لكن لو الحالة اللي عندي هيتروجينوس هي اللي متجوزة ف 50 سليم و 50 ايه؟ مصاب. طيب تعالى كده على حتة صغيرة افهمها لك. بالله عليك لو الابن ده هو مصاب مش أكيد الأب كان مصاب. سواء بقى هوموجينوس أو هيتروجينوس؟ أه. طب لو الأب ده هو مصاب مش أكيد كان أبوه مصاب؟ أه. وأكيد أبوه كان مصاب؟ أه. وأبوه كان مصاب؟ أه. يبقى تفضل حضرتك تطلع في شجرة العيلة لحد ما توصل للجد الأولاني اللي حصل عنده الجينيتك ميوتيشن. يعني انا هفترض ان جده العاشر هو اللي حصل فيه الجينيتك ميوتيشن التحول، فبدا ينقل الماده الوراثيه لابنه، وابنه هينقلها لابنه، وابنه هينقلها لابنه، وابنه هينقلها لابنه لحد ما توصل للجيل ده. اذا دي حاجه احنا بنسميها عندنا كده فيرتيكال ترانسميشن. حاجه بنسميها ايه؟ فيرتيكال ترانسميشن. يعني نقل عمودي، يعني كل العيله كان فيها حد مصاب حد مصاب حد مصاب حد مصاب. وصلت؟ دي حاجه بنسميها عندنا ايه؟ فيرتيكال ترانسميشن. طيب عايزك تديني شويه امثله عشان دي برضه بتتسال في الام سي كيوهات. يقول لك ايه بقى امثله على الحاجات اللي هي الاوتوزومال دوميننت؟ فافتكر انت كده عارف ايه في مانس دوت كوم. عارف انت مانس دوت ايه؟ مانس دوت ايه؟ مانس اللي هي المارفان سيندروم. هذا اللي هنتكلم عليه لسه تفصيلا بقى حوار المارفان سيندروم ده وايه صفاته وايه القصه دي. بس ده مرض وراثي بيتنقل باوتوزومال دوميننت موجود في الاب وفي الام والاكبر. يعني حاجه اسمها الجيل سيندروم. عارفين حاجه اسمها كوليستيزس؟ يعني ايه كوليستيزس؟ اللي هي بيبقى فيه انسداد في القنوات البلاريه. ماشي. عندك حاجه كمان اسمها اكوندروبليزيا. ايه اكوندروبليزيا؟ الاقزام. القزم ده هو قزم وابوه قزم وجده قزم وجد جده قزم. فالتقزم ده دي حاجه برضه اوتوزومال دوميننت في كل العيال. في حاجه ثانيه اسمها نيورو
فايبروماتوزس ان هو كده بيأثر على البريفرال نيورايتس بقى ويعمل بلاوي سود. الاس اسفيرو سايتوزس اتكلم عليها كتير دي لما نيجي نتكلم عن البلد. طب ايه بقى دوت ديت؟ يعني افتكر انت مانس المنصوره مثلا دوت كوم. فدوت ايه؟ كان في واحد اسمه دانلوس ايهلر سيندروم. ايه دانلوس ايهلر سيندروم دي كمان؟ ده عارف حاجه كده هنتكلم عليها في الوضع، حاجه اسمها بيربرا. يقول لك الواد ده ايه؟ ده مقروص قرص ناموس كده. لا ده مش ناموس يا باشا، ده مرض من امراض البصمه. انا عارف بقى الحوار بتاع ده لما نيجي نتكلم في البلاط. فالحاجات اللي عايزك تعرفها دلوقتي اسامي تلزيق بمعنى صح، تلزيق لحد ما تاخد بلاط وتاخد تفاصيل الحاجات دي. وقام جاي لك هنا كمان ثلاثة اصحاب قاموا عاملين لك كده كمان سندروم اسمها اوسلر رين دو ويبر سندروم. بص يا جدعان، هو الاطفال مالها اسامي؟ وده انا عندكم الاسامي ديت دي ابسط انواع الاسامي اللي ممكن تشوفها في حياتك. هما كل شويه اصحاب كده قعدوا مع بعض في ريد اونز كده فشافوا سندروم قاموا خدينها باسمهم. ماشي، دي برضو حاجه تعتبر بالنسبه لنا في حالات البربر او الباسكولار بربر نتكلم عليها بعدين، فيسميها اوسلر ريندو ويبر سندروم. في حاجه كمان في الاخر كده اسمها تيوبر او تيوبرس اسكليروزس. تيوبرس اسكليروزس هجيب سيرتها كمان شويه دي، دي هنتكلم فيها تفصيلي. طب اشهر الكلام اللي تعرفوا لي المارفان سندروم دي مهمه جدا، والاكوندروبليزيا دي كمان مهمه جدا، والسفيروسايتوزس. دول اشهر ثلاث حاجات ممكن الام سي كيو قبل كده. هنا بقى في الام سي كيو كده سؤال ظريف لطيف كده بيقول لك مودلز اوف نيرفانس اوف ذا فولوينج ديزيز، يجيب لك شويه امراض كده على شويه سندرومات ويقول لك ده اصله ايه بقى في الرجاله دول. وصلت؟ حلو. ده القصه بتاعت الاوتوزومال دوميننت. يبقى تاني ان عندك هنا الاليل مصاب قلنا ايه، وهنا الايه السليم قلنا اسمه. فانا ايه كابتن؟ ايه كابتن؟ انا كده مصاب بس هو موجنز. ايه كابتن اسمه؟ انا برضه مصاب بس انت موجنز. لما جوزت الموجنز لحد سليم كل العيال مصاب، ولما جوزت الاتروجنز لحد سليم 50 مصاب و50 سليم. اي اصابه معناها ان حد في الابوين كان مصاب، وحد في الجدود مصاب، وحد في الجد جد مصاب. يبقى دي حاجه اسمها فيرتيكال ترانسميشن. في الاخر خالص اتكلمنا على حته الامثله فجمعتها لك في كلمه مانس دوت. مانس دوت افتكرها كده كلمه ايه؟ مانس دوت. حلو، تعالى بقى نتكلم كلمتين على الاوتو زومال ريسيسيف. وده برضه الكلام لو اتحفظ شكرا جزيلا عمره ما هتفتكر. اوتوزومال ريسيسيف يعني اللي بيسميها الصفات الوراثيه المتنحيه. انا هبدا اعكس معاك شويه. انا هخلي لك الاليل اللي هو النص بتاعي السليم هو اللي ايه كابتن؟ خلي ده هو ايه؟ السليم. وان ايه الاسمول ده بيرمز للاليل المصاب. حلو. فعشان تظهر الصفه الوراثيه على الشخص ده هو في الصفه الوراثيه المتنحيه لازم يكون الاثنين الاليل صغيرين، الاثنين مصابين، اسمول اسمول. يعني بمعنى اصح الحالات اللي زي ديت مفيش فيها غير هوموجينوس متماثل بس. يعني ما ينفعش يبقى هيتروجينوس، لا انت عارف انت الاي كابتن اس مول ديت في الحاله الريسيسيف دي بيسميها عند حضرتك كارير. يعني حامل المرض لكن مفيش عليه اي اعراض، حامل المرض بدون اعراض. لكن الحاله المصابه، الحاله المصابه اس مول اس مول. ماشي. وتعالى نشوف كل الاحتمالات وفي الاخر اسيب لك الاحتمال اللي انا عاوزه. انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اجيب حد مصاب مثلا اسمه اسمه كده خلاص، ومره يعني تعالى هنجيب لك كل الاحتمالات وفي الاخر بقول لك اسيب لك اللي انا عاوزه. اسمه اسمه يعني مصاب وهجوزه لحد مثلا سليم، ايه كابتن؟ ايه كابتن؟ ومره هجيب لك حد اسمه اسمه واجوزه لحد كارير، ايه كابتن؟ اسمه. ومره هجيب لك حد ايه كابتن اسمه يعني كارير واجوزه لحد ايه كابتن اسمه كارير. مش دي الاحتمالات اللي عندك؟ ماشي. ايه كابتن اسمول سوري اسمول اسمول مع ايه كابتن ايه كابتن؟ هيحصل ايه؟ النتيجه ايه كابتن ايه كابتن؟ ايه كابتن اسمول ايه كابتن اسمول ايه كابتن اسمول الاربعه ايه كابتن اسمول. يعني لو حد مصاب بيتجوز حد سليم يبقى 100% العيال كلهم حامل للمرض كارير، لكن هل عليهم اعراض؟ لا. طيب تعالى لو عندك اللي هو المصاب مع الحامل هيبقى ايه كابتن اسمول؟ اسمول اسمول ماشي. ايه كابتن اسمول؟ ماشي. اسمول اسمول ماشي. يعني عندك 50% مصاب و 50% حامل، يبقى النتيجه بتاعت دلوقتي حتى خليها تبقى جنب بعضها عشان ما تتعبش. في الحاله اللي زي ديت يبقى في عندك 50% حامل و 50% مصاب. طيب النقطه بقى اللي عايزك تركز فيها شويه وهي دي اللي انا عايز اقف عليها، حامل وحامل الاثنين عليهم اعراض؟
لا يعني عريس وعروس واحد عجبته واحده راح تقدم لها جميل هو مزار عليه اعراض وهي مزار عليها اعراض واتجوزوا حلو فتلاقي ايه اللي هيحصل تلاقي اللي هيحصل هيطلع عندك ثلاثه ايه كابتن ايه كابتن ايه كابتن اسمه ايه كابتن اسمول 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 يعني هو شكل من بره سليم وهي شكلها من بره سليم الاثنين حاملين للمرض في عندك النتيجه ايه دول كلهم 75% يعني يبانوا فلان و25% هم اللي هيكونوا مصابين يعني في عندك احتمال لو الراجل ده خلف اربع عيال منهم عيل مصاب منهم عيل مصاب طيب انا عايزك تقف معايا بقى على حته الكارير ده شويه دلوقتي في واحد من الابوين او الاثنين اسف الاثنين حاملين المرض ايه رايك الكلام ده يزيد بالكونسانجوينيتي ولا لا يعني ايه كونسانجوينيتي كونسانجوينيتي اللي هي القرابه انت معايا كده الحوار ده الله يسترك بالراحه خالص انا تخيل دلوقتي ان الجد جد كان مصاب اسمول اسمول حلو واتجوز الجده اللي كانت حامله للمرض ايه النتيجه النتيجه هيبقى في عندي زي ما اتفقنا ايه كابتن اسمول وبعدين عندك ايه ايه كابتن اسمول و اسمول اسمول واسمول اسمول يبقى لما الجد كان مصاب والجده حامله للمرض فطلعت اربع عيال منهم عيلين مصابين اهم وعيلين حاملين للمرض خليك معايا في الاثنين اللي حاملين للمرض شيل دي خالص وبقى في عندي عيلين حاملين للمرض والاثنين دول كانوا اخوات يعني ده هو ولد مثلا وده هو ولد الولد ده كبر ان شاء الله واتجوز ست سليم والولد ده كبر واتجوز ست سليم حلو فلما ده جوز ست سليمه جابوا لي ايه كابتن اسمه وليكن هو الابن ده ولما ده جوز ست سليمه فقاموا جايبين ايه كابتن اسمه ولتكن هي البنت دي يعني الابن ده والبنت دي يعتبروا ايه ولاد عم الاثنين ده هم ولاد عم فاهم حاجه ولد وبنت الاثنين ولاد عم العمين يبدو ان هم سلال وصلت العمين سلال هم كاريه بس يبدو ان هم سلال والاثنين واخدين القليل بتاعهم المصاب من ايه من جدهم اللي عايز اوصله لحضرتك دلوقتي ان جواز القرايب ولاد العمومه ديت بتزود نسبه ايه الاصابه حتى لو ان الجد الواد اهو جده ده وجده ده الاثنين سلال لكن جدهم اللي قبله كان مصاب يبقى انا عايز اوصله لك تاني ان الكونسانجوينيتي بتاعتي بتزود ولذلك في الامراض اللي هقول لك الامثله بتاعتها دلوقتي لازم اول ما تسمعها تسال حد في العيله القديمه خالص كان عنده اصابه بالمرض ما انت لو جيت تسال الاب كان مصاب يعني هو الراجل ده اهو مصاب ابوك وامك اكبرهم ايه؟ سلال طب وجدك وجدتك اكبرهم ايه؟ سلال وده اقصى حاجه انك تساله لكن لو سالت كمان سيك على الجد اللي قبلهم ازاي كان مصاب؟ وصلت؟ فهنا كلمة الكونسنجويت بتاعتي يعني المرض ده الجزء اللي هو جواز القرايب خصوصا ولاد العمومة بيأثر أيوه بس ماشي؟ ماشي طيب عايز أوصلك كمان الترانسميشن هنا ولا الترانسميشن هنا فيرتيكال ولا حاجة اسمها ترانسفيرس أو هوريزونتال يعني بص يعني إيه فيرتيكال هنا؟ الواد ده مصاب صح؟ طب أبوه وأمه؟ سلال ظاهرين طب وجده وجدته؟ سلال ظاهرين فأنت كده حصلت الميوتيشن هنا وبعدين عدى الجيل عدى الجيل وبعدين ظهرت في الجيل ده فدي حاجه بيسموها عندنا كده ترانسفيرس ترانسفيرس ترانسميشن يعني ايه ترانسفيرس ترانسميشن؟ يعني عملت سكيب عدى الجيلين الجيل ده ما تاثرش والجيل ده ما تاثرش ظاهريا والجيل ده هو اللي اتاثر فبقت الاصابه هنا والاصابه كانت هنا فعديت ده وعديت ده دي حاجه بيسموها ترانسفيرس ترانسميشن انما لو انت فاكر في الاوتوزومال دوميننت الواد ده هو مصاب عشان ابوه مصاب وجده مصاب واللي قبله مصاب تفضل تطلع كده فيرتيكال ترانسفير وصلت؟ حلو طب الامراض اللي بتحصل فيها الحوار ده يا جماعه لك في كلمه فاكس ايه فاكس ده؟ عارف انت فاكس؟ فاكس يعني بس خليها فاكس اه ماشي ايه فاكس دي بقى؟ بص يا شيخ يعني كويس يعني مثلا المنصوره دوت كوم يعني الموقع ده موقع فاكس ايه فاكس؟ حاجه اسمها فانكوني انيميا اتكلم عليها برضه في البلاط اي حاجه لها علاقه بالبلاط مش هخش في تفاصيلها دلوقتي عشان ما اوجعش دماغك فعندك اول حاجه الاف بتاعنا ده اللي هو فانكوني انيميا نوع من انواع الانيميا
حاجه اسمها فاميليال ميديترينيان فيمر اللي هي بنسميها حمر بحر المتوسط. طب الايه؟ يقول لك والله في حاجه اسمها الكونجنتال ادرينال هايبربليزم شايف في السوبر رينال جلاند. الايه؟ الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي ده عباره عن مرض وراثي شبهه نقص في الايه؟ في الانزيمات. طب السي سيستيك فايبروزس ده مشاكل في المال ابزوربشن تمام؟ طيب والتي اتش ثلاسيميا وده الاهم تي اتش بالنسبه لنا اللي هو الثلاسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط والاتش الثانيه ديت هيموفيليا هيموفيليا بس هيموفيليا تايب سي لان كمان شويه كده هتكلم على الهيموفيليا تايب اي وتايب بي تجيش نقارن كده بسرعه انا كده بس فهمتك الاوتوزومال دومينانت والاوتوزومال ريسيسيف ده عشان تظهر الماده الوراثيه السادة بتاعتك لازم يكون اي كابيتال اي كابيتال هوموجينوس او اي كابيتال سمول هيتروجين اما ده لازم يكون سمول سمول اللي هو بنسميه هوموجينوس امال لو خليناه في كابيتال سمول ما عادش مصاب بقى اسمه كامل حلو لو جوزنا الراجل الهوموجينوس مع واحده سليمه 100% اصابه ولو جوزنا الهيتروجينوس مع واحده سليمه 50 و50 وطالما ان في عيل مصاب اكيد ابوه مصاب وابو ابوه مصاب وابو ابو ابوه مصاب فدي حاجه اسمها فيرتيكال ترانسميشن كل الاجيال لازم يكون فيها اصابات حلو وقلنا يا دكتوره ان في عندي شويه امثله عليهم جمعناهم في كلمه مانس دوت مانس دوت طيب لو جيت اقارنها بالناحيه الثانيه لو انا جبت حد مصاب او سوري حد كارير مع حد كارير ف 25% من العيال مصابه هذه العيال المصابه ابوه وامه كارير يعني مش ظاهر عليهم اعراض وجده وجدته في الغالب كارير مش ظاهر عليهم اعراض لكن ابو جده مصاب ولذلك الموضوع ده بيزيد اكتر مع الكونسنجوينتي يعني بيزيد مع جواز القرايب على فكره ممكن يحصل من غير جواز القرايب يعني واحد عجبته واحده هو كان كارير وهي كانت كارير وهو مش قرايب ما يجيبوش 25% من العيال مصابين اه يجيب بس يزيد احتماليته اكتر مع مين؟ مع الاصابات دي. طيب كمان كلام جميل. تاني لو انت عملت سكيب لجرين مفيش فيهم اعراض فدي بنسميها ترانسفيرس ترانسميشن. ايه الامراض دي لما اعترف بكلمه فاكت اللي هو بقى ايه؟ امراض الاوتوزوم الريسيف. كلام جميل. تيجي حضرتك معايا كمان على اخر نوعيه في الامراض الاوتوزومال ودول ما ياخدوش منك كلام كتير خالص. في حاجه اسمها كو دوميننس حاجه اسمها كو دوميننس ويعني ايه دكتور الكو دوميننس؟ افتكر ان كو دوميننس ديت يعني المركب اللي لها رئيسين تغرق المركب اللي لها رئيسين تغرق يعني ايه؟ عارف انت خصائص الدم اللي هي الاي بي او لما يبقى في اي واو بعتبر الفصيله ديت يعني لما يكون الواد اهو اي او بقول ان الفصيله ديت اي ولما يكون بي او اقول ان الفصيله ديت بي يعني في حاجه قليل كده سائد على الثاني فيبقى الفاصله هنا ايه او الفاصله هنا ايه؟ بي. انما لما يكون اي بي يعني في قليل ايه وفي قليل بي الاثنين دول دوميننت فيبقى الفاصله ساعتها ما فيش حد هيغلب الثاني فالاثنين او نسميهم مع بعض اي بي دي حاجه اسمها كو دوميننس يعني الاثنين دوميننت مش قادر اغلب واحد على الثاني دي حاجه اسمها كو دوميننس. طيب في حاجه ثانيه اسمها انكمبليت انهيرتنس ان كومبليت انهيرتنس افهم معايا يعني ايه انكمبليت انهيرتنس؟ ده مرض في الغالب بيبقى اوتوزومال ريسيسيف يعني يظهر بكام قليل؟ يظهر بالاثنين قليل يعني لازم يكون مثلا اسمول اسمول عشان يظهر. انما لو هو اي كابيتال اسمول ده انا المفروض ان انا بسميه عندي ايه؟ كارير حامل المرض. وهل الكارير ده بيظهر عليه اعراض؟ لا. يقول لك بقى الانكمبليت انهيرتنس ده واحد المفروض ان هو كارير للمرض اوتوزومال ريسيسيف يعني المفروض ما بيظهرش عليه اعراض. انما لو تعرض لبعض الفاكتورز المعينه تظهر الاعراض. زي اديني مثال في حاجه اسمها سيكل سيل انيميا اللي هي بنسميها الانيميا المنجليه دي نوعها اوتوزومال ريسيسيف. انما في حاجه اسمها سيكل سيل تريت. سيكل سيل تريت ده هو دكتوره هو عباره عن سيكل سيل انيميا بس مش انيميا قوي. ده هو الراجل ده يعتبر كارير. انما لو تعرض لهايبوكسيا يعني مثلا يقول لك ايه؟ طلع رحله مثلا جبل سانت كاترين. فان هما الناس كلها بتتسلق عادي وهو كان في الاول عادي لكن لما حصل هايبوكسيا ونزل كميه الاكسجين حصل ايه؟ كرات الدم كلها بقى شكلها سكل وبدا تتكسر وبدا يخش في اتاك. فهمتني؟ فده يعتبر انكمبليت انهيرتنس يعني ايه؟ يعني هو واحد كان المفروض ما عليهوش اعراض انما لو تعرض لظروف معينه زي الهايبوكسيا تظهر الاعراض فالكارير ساعتها تحول من انه كارير بقى يعتبر ساعتها حاله اسمول اسمول. دي حاجه بنسميها انكمبليت انهيرتنس. واصله كده؟ تمام. طيب في عندي شويه فاكتورز او شويه عوامل قد تؤثر على تعبير الصفات الوراثيه او الامراض الوراثيه الاوتوزومال دوميننت عن نفسها. افهم معايا الحوار كده.
راجل سليم وام سليمه ما عندهمش امراض اوتوزومال دومينانت، يعني معنى صح الراجل ده المفروض يبقى ايه؟ اسمول اسمول، والست دي تبقى اسمول اسمول. فتفاجئ ان الطفل مصاب بمرض اوتوزومال دومينانت، يعني قد يكون الولد اهو ايه كابتن ايه كابتن اهو ايه كابتن اسمول. طب السؤال بقى هو جاله منين الايه كابتن ده؟ يعني من ضمن الفرضيات بتبقى فرضيات، ايه اللي يحصل؟ ممكن يكون الولد ده هو اللي حصل فيه نيو ميوتيشن، يعني ايه؟ هو المرض الاوتوزومال دومينانت، احنا قلنا عشان الولد ده هو اوتوزومال دومينانت لازم يكون ابوه او امه وجده او جدته فيرتيكال، صح؟ اه. لكن فجاه كده اب وامه سلام والولد مصاب باوتوزومال دومينانت. ازاي يا عم؟ فممكن يكون الولد ده هو اللي حصل فيه النيو ميوتيشن وهو اللي ورث بعد كده اللي تحته، فهمتني؟ فممكن يكون الولد ده مصاب عشان حصل فيه نيو ميوتيشن. طيب خد العكس، اب مصاب باوتوزومال دومينانت وام مصابه باوتوزومال دومينانت مثلا، فيقينا يقينا مثلا دلوقتي فالعيال دي هتبقى كلها ايه؟ مصابه بمرض اوتوزومال دومينانت. ببص على الواد اللي هو فعلا مصاب باوتوزومال دومينانت لقيته مش ظاهر عليه الاعراض. ظاهر عليه الاعراض دي حاجه من الاثنين، يا اما بتبقى فاريابيلتي في الاكسبريشن، يعني قدره الجين ان هو يعبر عن نفسه بصفات تظهر على جسم البيبي او على شكله فاريبل، دي تختلف من طفل للتاني، فده قد تؤثر على شكله وقد يكون تاثيره عن نفسه ضعيف جدا، فهمتني؟ يعني الجين مش قادر يعبر عن نفسه، مش عارف يعمل اكسبريشن، فمش ظاهر على الواد ده اعراض برغم ان هو اوتوزومال دومينانت. طب تعالى على حاجه ثانيه، ممكن الواد مش ظاهر عليه اعراض بسبب حاجه اسمها نقص البينترانس. يعني ايه البينترانس؟ البينترانس ديت يعني قدره الجين على التعبير عن نفسه زي ما قلنا، ففي بعض العوامل الثانيه مأثره على قدره الجين ان يعبر عن نفسه. الجين مكبوت يا عيني، مفيش حد مخليه ياخد حريته يعبر عن نفسه. فساعتها ايه اللي حصل؟ لما نقص البينترانس الصفات الوراثيه بتاعت الجين ده مش قادر تعبر، يبقى الواد مش ظاهر عليه الصفات الوراثيه. ليه؟ يا اما ليه فاريابيلتي من طفل للتاني، يا اما في فاكتورز مقلله البينترانس او قدرته على التعبير عن نفسه. طب النقطه الاخيره، في حاجه اسمها بليوتروبي. يعني ايه بليوتروبي؟ بليوتروبي دي ببساطه هذكرها احنا بس معايا الحوار، البليوتروبي يعني المرض كان موجود عند الاب وعند الام، حلو؟ والمرض ده كان عند الاب مثلا بيصيب الاب ده بشكل مثلا ايه في الاعصاب، ونفس المرض بيصيب الام في الاعصاب، فيقينا الواد ده هيتاثر برضه بمرض الاعصاب. فلقيت الواد جاي بمرض الاعصاب وفي الرئتين وفي الجلد، ايه ده؟ فبدا الجين ياثر على اكتر من سيستم وعلى اكتر من مكان، دي حاجه اسمها بليوتروبي. يعني شكل الاوتوزومال دومينانت ديزيز دلوقتي اختلف، بقى مأثر على مالتي سيستم، فبيسميها بليوتروبي او اكتر من سيستم. تاني السؤال ده جاء قبل كده في السي، فقالوا كده ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الانهيرتنس في الاوتوزومال دومينانت ديزيز؟ راجل زي ما اتفقنا المفروض ان هو مثلا سليم وام سليمه، فالواد المفروض يطلع سليم، لا طلع اوتوزومال دومينانت لان ده اللي حصل فيه ميوتيشن. طب ام مصابه واب مصاب، فطبيعي ان الواد هيبقى مصاب لكن مش ظاهر عليه الاعراض، واحد بسبب ان هو فاريبل في الاكسبريشن، بيختلف من شخص للتاني. اثنين قدرته على التعبير عن نفسه قلت لان في عوامل ثانيه جوه البيت ده مخليه مش قادر يعبر عن نفسه، مفيش اعراض. ثلاثة بقى ممكن يكون العكس، مش قادر يعبر عن نفسه، طب عبر عن نفسه في اكتر من سيستم. يبقى حاجة من الاثنين، يا اما هو اصلا عنده عدم قدرة على التعبير عن نفسه بسبب الفاريابيلتي او نقص البينترنس، او بعبر عن نفسه بزيادة عشان في حاجة اسمها ايه؟ بليو تو. واضحة كده؟ ده كده كل الكلام اللي كنت عايزك تعرفه عن الاوتوزومال دوميننت ديزيز. وتعالى دلوقتي نتكلم على السكس لينكد كروموزومز، احنا اتفقنا يا اما هتتحمل على الاكس يا اما على الواي، صح؟ لو الواي انا كاب دلوقتي بورث لابني واي كروموزوم، يبقى اولا امراض الواي يمكن دي هتتنقل من الاب مالهاش علاقه بالام اصلا، وهتتنقل للاولاد الذكور مالهاش علاقه بالاناث، وفي الغالب بتاثر على السبيرم فورميشن فتبقى لها علاقه بالسبرماتوجينيسيس. انسى الكلام ده مش مهم. اللي يهمنا عن اختيار اكس لينكد، يا اما اكس لينكد دوميننت، يا اما ريسيسيف، يا اما حاجه اسمها سكس ليمتد، يا اما حاجه اسمها سكس كنترول. افهم الفرق اللي ما بين الاثنين دول بسرعه، مش مهمين قوي. في حاجه اسمها 6 ليميتد، يعني ايه؟ يعني الكروموزوم ده هيبقى منقول على الاكس، صح؟ للولد وللبنت. كلمه ليميتد يعني يظهر في 6 وما يظهرش في الاخر، يعني ليميتد لنوع معين، يعني جين ده منقول على الاكس اه رايح للولد ورايح للبنت اه، لكن يظهر في الولد ما يظهرش في البنت. مثلا الشنب والدهن، هتقول يا دكتور بيظهروا في الرجاله ما بيظهروش في الستات عشان ده لعب هرمونات تستوستيرون واستروجين. اقول لك بس المقام الاول هنا هو لعب جينات. حلو. اثنين، في حاجه اسمها 6 كنترول، يعني الجينات دي هتتحمل على الاكس وهتروح للولد وهتروح للبنت، وهيتعبر عنها في الولد وهيتعبر عنها في البنت، ولكن ايه؟ ولكن هيبقى مختلف في التعبير. يعني تلاقي الصوت مثلا نبره الصوت في الصبيان تخينه، في البنات رفيعه،
ليها حاجه اسمها سكس كنترول، يعني برضه ليها علاقه بالهرمونات ايوه، ولكن في المقام الاول هي جينيك. تعالى بقى نفهم ايه كلام فاهم شويه. اكس لينكد دوميننت واكس لينكد ريسيسيف، وانا هركز مع حضرتك اكتر على الذكور على الرجاله اللي هم اصلا اكس واي واللي هم اصلا اكس واي. لا عليك، هو اكس لينكد دوميننت، اكس لينكد يبقى انا هحمل على مين؟ على اكس. طب واكس لينكد ريسيسيف، اكس لينكد يبقى انا هحمل برضه على مين؟ على الاكس. اذا الذكر المصاب بالاكس لينكد دوميننت او الاكس لينكد ريسيسيف هو في الحالتين مصاب وظاهر عليه الاعراض، اذا نو كارير في الرجاله. مفيش ذكر حامل لمرض دوميننت او ريسيسيف، هما في الحالتين كيس حاله مصاب. ليه؟ لان هو كروموزوم واحد فبيظهر هنا وكروموزوم واحد فبيظهر هنا. ماشي. اثنين، افهم معايا. هو الراجل لما بينقل لابنه بينقل له اكس ولا واي؟ بينقل له واي. بينقل لابنه واي. ولما بينقل لابنه في الحاله دي بينقل له اكس ولا واي؟ واي. اذا بالله عليك انا بنقل له واي سليم ولا بايظ؟ سليم. اذا خلي بالك من المقوله دي لما يقول لحضرتك كده نو ميل تو ميل ترانسميشن سواء في الدوميننت او في الريسيسيف. يعني ايه مفيش ميل تو ميل ترانسميشن؟ ما هو انا بنقل للابن واي والواي سليم وبنقل للابن واي والواي سليم، يبقى مفيش عندي ميل تو ميل ترانسميشن. طيب افهم بقى معايا، هو دلوقتي انا نقلت الابن الواي ماشي، مش الابن ده هيجي له اكس من الام؟ اهو. والابن ده هيجي له اكس من الام؟ اه. فانا عندك احتمال من كام؟ من اثنين، يا اما الاكس ده قد يكون مصاب حلو، يا اما الاكس ده قد يكون سليم. وهنا برضه نفس الحوار، الاكس بتاعي مصاب او سليم. اذا الذكور في الحاله اللي زي دي في حاله الدوميننت ذكر ده هو كده دلوقتي ايه؟ مصاب. والذكر ده هو دلوقتي ايه؟ سليم. هنا الذكر ده هو ايه؟ مصاب والذكر ده هو سليم. كلام جميل؟ كلام جميل، لان احنا ما قلنا ما عندناش كلام. تعال نشوف، انا هورث لبنتي واي سوري اكس مصاب، فهورث هنا لبنتي اكس مصاب. احتماليات ايه؟ ان انا اجيب من الام اكس كمان قد تكون مصابه وقد تكون سليم، وهنا هجيب اكس مصابه او سليم. طب يبقى الناتج بالنسبه لي البنت دي ايه؟ البنت دي مصابه لان ده اوتوزومال ايه؟ سوري دوميننت، وده برضه مصابه لان ده دوميننت، وهنا البنت دي ايه؟ مصابه لان الاثنين قليل بايظين، وهنا البنت دي كارير يعني تعتبر سليمه. تعالى بقى افهمك حته صغيره كده. احتماليات ايه؟ ان انت عندك هنا دكتوره كام بنت؟ البنتين مصابين والصبيان واد مصاب واد سليم. اذا المرض ده اكتر بيحصل في البنات من الصبيان. ماشي. طب والناحيه الثانيه؟ دلوقتي الذكور واحد سليم واحد مصاب، والبنات واحده سليمه واحده كارير، واحده سليمه واحده كارير. هتقول لي كده يبقى المفروض الاثنين زي بعض. لا، يقول لك بقى ان الميل هو الاكثر عرضه في الامراض ديت من الاثنين. ليه يا دكتور؟ ما هم زي بعضهم، ده سليم وده سليم وده سليم وده سليم. لا لا خالص. البنت ده اهي بالرغم ان هي دي كارير خلاص، يعني دي مش ظاهر عليها الاعراض تماما. والبنت دي المفروض اللي ظاهر عليها الاعراض، بس يقول لك في نسبه عاليه جدا من البنات تلاقي البنات حتى وهي اكس داش اكس داش مش ظاهر عليها الاعراض. افهم الحوار ده. كان زمان يقول لك ان الاكس اكس ديت حاجه اسمها الاكس كروموزوم، حاجه اسمها بار بادي. ده يبقى مرفق او ملاحق كده. فيعني بمعنى اصح يعني في واحد اكس كده يسميه كده ده اللي مصحصح واللي فايق، وفي واحد ملحق بيه كده يسميه البار بادي. بار بادي. فيقول لك والله لو الكروموزوم في الاكس لينكد ريسيسيف ظاهر ايفن على الاثنين فبيبقى اكتر قدرته على الظهور او التعبير عن نفسه في القوي ده. طب واللي موجود على البار بادي ممكن ما يعبرش عن نفسه. يعني ساعتها يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول لك ان هي الاكس داش اكس داش بالرغم ان هي ريسيسيف والمفروض ان هي تظهر، لا يا سيدي دي ممكن تكون كمان مش قادره تعبر عن نفسها وتكون زيها زي الكارير برغم ان هو اكس داش اكس داش. فهمت حاجه؟ ليه؟ لان في واحد منهم على الاكس اللي هو البار بادي ده ان اكتف، والاكس الثاني على الاكس اللي هي الاكتف، فممكن اعتبرها زيها زي الكارير. وبالتالي بقى هنا الاثنين دول ما عرفوش اعراض، انما ده واحد عرض وواحد ايه؟ واحد عرض وواحد سليم.
فبقى ممكن يكون اعبر عنه كده بالشكل ده ان هو في الميل اكتر من الفيميل. الكلام ده لو قعدت تحفظه للسنه الجايه هتلاقيه على عيلته صعب قوي. تخيل لما اذاكر كده اكس انتج اكس ريسيسيف بيبقى نو كارير، ما لازم افهم ليه؟ عشان انا هنا اصلا محمل على اكس بس، فما فيش عندي اكس واكس، يبقى نو كارير فين؟ في الميل. نو كارير في الميل. طيب كلمه ثانيه اللي قلتها ان مفيش ميل تو ميل، مفيش ميل تو ميل ترانسميشن، يعني ليه الاب ما بينقلوش لابنه؟ لان انا بنقل لابني الواي، بنقل لابني الواي، الواي سليم. طيب احتماليات، الاحتمالات بتاعتها هتبقى في الفيميل اكتر من الميل. عايز تركز على الكلمه دي وخلاص ماشي، بس انا فهمتها لك. وهنا العكس. طب النقطه الثالثه الامثله، امثله مهمه جدا. في عندك نوع من انواع الريكتس بنسميها عندنا كده فيتامين دي ريزيستنت ريكتس، او حاجه بنسميها عندنا هايبوفوسفاتيميا. هايبوفوسفاتيميا ريكتس ده نوع من امراض الاكس لينكد ريزيستنت. في حاجه ثانيه برضه نادر تشوفها شويه كده، حاجه اسمها اوروفيشيال ديجيتال سيندروم. بيبقى في مشاكل في الاورال كافيتي، في ليفت بلات، في مشاكل في العين، في الوش بتاعي، في مشاكل في الديجيتس بوليداكتري او سندكتري. فسموا السندروم ده على بعضها كده اورو فيشيال ديجيتال سندروم. دي برضه من نوع الاكس لينكد ايه؟ دومينانت. طب والاكس لينكد ريسيسيف اثنين اوعى في حياتك تنساها. جي 6 بي دي، جي 6 بي دي. دي اللي احنا بنسميها انيميا الفول. تمام؟ والنوع الثاني اللي هو الهيمو فيليا A و B. امال انت كنت قايل الهيموفيليا سي، الهيموفيليا سي فاكر كلمة فاكس؟ فكلمة فاكس كانت في الاوتوزومال ريسيسيف. خلي بالك دايما الهيموفيليا ريسيسيف، الهيموفيليا سي اوتوزومال ريسيسيف، والهيموفيليا A و B اكس لينكد ريسيسيف، اكس لينكد ريسيسيف. فحتة الأمثلة الله يسترها مهمة جدا. ده كده كل اللي عايزك تعرفوه عن اللي هو السنجل جين ترانسميشن. انت فاهم ان في عندي اوتوزومز، اوتوزومال دومينانت وريسيسيف، واللي هو كودومينانس، واللي هي الانكمبليت انهيرتنس. اكس لينكد لينكد سوري السكس لينكد يا اما على الاكس يا اما على الواي. فعلى الاكس بتاعي كان فيه اربع انواع دومينانت وريسيسيف وحاجه اسمها سكس ليمتد وسكس كنترول، وكان في الاخر في عندك سكس او سوري الواي لينكد، وده قلنا مش مهم. تمام؟ شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.